ليلى عفينا براسك. السلام عليكم، اسمي ليلى العارف من المغرب مراكش، ساكنه هنا في اوزبكستان طاشكنت. كنخدم كاستاذه انجليزيه في السلك الثانوي، وهذا ان شاء الله العام الثاني ديالي. كيفاش جاتك الفكره انك تجي لاوزبكستان؟ كنت صراحه كنقلب غير اونلاين زعما في الانترنت وكنشوف، وكانت عندي اصلا فكره انني زعما كنجرب نقري على برا ونشوف ثقافات جديده، نشوف ناس جداد، نخدم مع ناس جداد، وهكا شفت العرض في اونلاين ودفعت ليه، دوزت الانترفيو كلشي والحمد لله، وجيت لهنايا ما لقيت حتى شي صعوبه، كان الحمد لله جيت. انتي كبنت مغربيه اكيد ماشي ساهل، ماشي ساهل باش تجي للمجتمع غريب عليك، مجتمع او دوله اللي بعيد عن المغرب مسافات. فعلا العائله ديالك واش تقبلوا انك تجي تسافر الى اوزبكستان ديري التجربه، ولا ما وافقوش، ولا كيفاش كان رد الفعل ديالهم اللي قلتي لهم انت غتجي لاوزبكستان باش تخدمي؟ اول مره باقي كنعقل ملي صيفطت العرض ديالي، صيفطت السي في ديالي وقلت لبابا، سبقي ما قبلونيش، قلت لبابا راني لقيت واحد العرض في اوزبكستان. بابا عنده فكره على اوزبكستان، يعني كان كيقرا التاريخ وداكشي، وعارف داك الامير تيمور وداك الحروب اللي دازو وداكشي كامل، قال لي اه بلاد زوينه مسلمه، ناس طيبين، ناس هكا بسطاء وداكشي، ولكن زعما الا تقبلتي سيري، ما تقبلتيش تقدري تمشي كسياحه وصافي. وصافي لقيتهم شجعوني بزاف، اول حاجه بلاد مسلمه عارفين عليها شويه تاريخيا، ولكن دابا ما عارفينش زعما صراحه عليها، زعما لقيت واحد المساعده زوينه صراحه، مساعده معنويه زوينه بزاف من عند والديا، وتقبلوا الفكره عجبتهم، حيت كما قلتي بلاد بعيده على المغرب بزاف، ثقافه جديده، لغه جديده، ماكله جديده، كلشي فيها جديد، قالوا لي توكلي على الله وسيري. ملي جيتي لاوزبكستان دابا تقريبا عشتي فيها عام وغدا العامين، المجتمع هنايا كيفاش داير؟ واش تقبل ان شخص غريب يجي يعيش معاه هنايا، واش تقبلك انت كامراه، كيفاش عايشه انت كبنت هنا في المجتمع الاوزبكستاني؟ حنا كنعرفوا بزاف ديال المجتمعات فيهم مجموعه من الاشياء اللي كيخليو البنت تخاف، كاين مثلا التحرش، كاين امور بحال هكا. انت وانت عايشه هنايا كيفاش جاتك الحياه هنا؟ انا اول مره فاش صراحه حطيت رجلي هنايا في طاشكنت، جات عندي المديرة ديالي، جاو عندي الكوتشيتشرز ديالي، بانوا لي ناس مزيانين، ومني شفت انهم زعما عرفوني عربية ومسلمة هكا، شفت داك التكبير اللي كبروا بيا، قلت صافي قدر الناس كلهم دايرين هكا. وفعلا فاش كنمشي في الطاكسيات، في المترو، في الطوبيس، كيعرفوا تيسول ما كيهضروا معايا بالروسيه ولا بالاوزبكيه، ما كنعرفش نجاوب، تيقولوا لي واش اجنبي، كنقول لهم اه، وكيقولوا لي منين، مغرب، كيعرفوا شويه على المغرب، يعني صراحه بالعكس كيفرحوا بيا، ما عمرني تحرش زعما تحرش بيا شي واحد، ولا بالعكس بلاد امنه بزاف كاع ماشي غير شويه، راح نقدر نمشي في الليل في الصباح الحمد لله. هنا البنات كيخرجوا كيلبسوا اللي بغاو، اللي بغات الحجاب كديرو، اللي ما بغاتش الحجاب كديرو، الامور عاديه. فعلا هنايا بالنسبه لاوزبكستان هي فعلا بلاد مسلم، ولكن مفرقين الدين على الدوله، يعني الدين ديالك مع الله سبحانه وتعالى، داكشي اللي عليك دير في الدوله كواجب ديالك ديرو، الدين كيبقى بينك وبين الله، هادشي باش زعما كاينه واحد الحريه صراحه، وكاين حتى واحد التفتح دينيا، و حتى زعما ماشي واحد ما كيقولكش مثلا لا لبسي هادي ديري هادي ديري هادي، ولا شي واحد كيشوف فيك شي شوفه ما هياش، لا نهائيا كتلبس اللي بغا، وثاني كل واحد والاحترام ديالو، كل الحمد لله زعما ما عمرني لقيت شي مشكل كاع، لا في اللباس، لا انا كبنت بوحدي عايشه بوحدي هنايا، زعما شي واحد يقدر نخاف مثلا يتعرض لي شي حاجه، لا نهائيا. الرجال كيحترموا المراه في المجتمع الاوزبكي؟ هنايا فعلا الرجال كيحترموا المراه هنايا، كاينه واحد الحاجه هنايا في عيد المراه عندهم هنا عطله، كيخصوها غير لكادويات العيالات صافي، الرجال اشنو هو الدور ديالهم، يمشيو لكادويات نهار عيد المراه باش يمشيو لعيالاتهم ولا خواتاتهم ولا ماماتهم صافي، يعني كاين واحد التقدير صراحه للمراه بزاف هنايا.
بالنسبه للمستوى ديال المستوى المعيشي هنا في اوزبكستان، كيفاش كتشوفي انت؟ تبارك الله دابا راه سنه وغاديه في عامين، كتشوفي ان المستوى المعيشي والقدره الشرائيه كاينه هنا بالنسبه للمواطنين الاوزبكيين باش يعيشوا بخير، وكذلك الاجانب واش كاينين فرص ديال العمل هنا ويقدروا يجيو وياخذوا دي سالير مزيانين اللي يعيشوا بهم؟ فعلا هنايا زعما المعيشه هنايا في طاشكنت مقارنه بالمدن الاخرين شويه طالعه، حيت هنا العاصمه وهنا اجانب بزاف، الرواسه بزاف، يعني تقريبا راه تبارك الله بدات كتنفتح الدوله شويه، بداو كيجيو اجانب وبدات تطلع، ضروري غادي تطلع شويه مقارنه بالمدن الاخرين، ولكن مع ذلك زعما الماكله زعما هذاك المستوى المعيشي ديالك كيبقى هو زعما ما كيأثرش كاع، ما كيأثرش نهائيا. نقدر نقول لك كاينين شي حاجات اللي غاليين، ولكن الحاجات الاساسيات راه متوفره لكل شيء، لا الضعيف لا المتوسط لا الغني، كلشي متوفر الحمد لله. وبالنسبه للتعليم والصحه كيفاش دايرين في هذه الدوره؟ نقدر نقول لك التعليم ها هما غاديين فيه مزيان، ملي فكروا انهم يدخلوا اجانب يدخلوا لهم لغه جديده عليهم اللي كاين ما كيعرف فيها حتى شي حاجه، حتى مثلا يقول لك السلام ما كيعرفش يقول السلام باللونجلي. كان تلاقى زوين، عجبني الحال، كاين تجاوب، حتى الدراري بغاو يتعلموا، الشباب بغاو يتعلموا، مبغاوش يبقاو منحصرين غير في الروسيه والاوزبكيه، بغاو ينفتحوا على العالم اكثر. كي بيفكر كي بيمشي لامريكا بيمشي لاوروبا، شنو هي الدول، شنو هي اللغه اللي غادي تجمع كل شيء؟ هي اللونجلي. بغاو يتعلموا، عندهم هنايا بزاف فكره ديال ايلتس، هذاك الشهاده ديال اللغه، يعني هنا كل شيء كيفكر انه ياخذ الايلتس باش يقدر كيبين انه راه كيعرف يهضر باللونجلي، كلشي كيدوي عليه. بالنسبه للمواطنين المغاربه اللي كيفكروا مثلا في الهجره، بزاف منهم كيمشيو لاوروبا كيمشيو لاميريك، ممكن ان اوزباكستان تكون دوله مغريه لهم خلال مناصب ديال الشغل، وشنو اللي خصهم؟ واش ضروري خص واحد التكوين اكاديمي ولا الانسان يقدر يجي هنا ويقلب على راسه؟ بالنسبه لي انايا عندي تكوينات اكاديميه، يعني انا ما جيت لهنايا حتى عندي باش نجي، يعني انا شديتهم في المغرب جيت بهم لهنايا، زعما كاستاذ جيت التعليم خاص يكون عندك تكوينات اكاديميه، هذه ضروري منها، وتكون عندك واحد الطلاقه حتى في اللغه الانجليزيه، يعني ما بغاوش غير مثلا صافي كتعرف لونجلي غير اجي، بغاو يطوروا من التعليم ديالهم انهم يطلعوا المستوى، يجيبوا اساتذه يكونوا كفاءات. بالنسبه للدومين الاخر ولا المجالات الاخرين، نقدر نقول لك ولاو بزاف هنا كيديروا بيزنس، كيديروا مثلا بحال مدارس ديال الرقص، مدارس الموسيقى، كيديروا العقارات، كيجيو هنا بزاف، ولا مثلا دوك صالونات التجميل ولاو هنا بزاف كيديروهم، حتى هنايا كتلقى مغربيات هنايا كاينين هنايا كيديروا هذوك المشاريع اللي كتكون متاحه لكل شيء، كل شيء يقدر يجي انهم يستفاد منها. شنو الميساج اللي تقدري توجهيه للمغاربه بناء على التجربه ديالك؟ واش ممكن يجيو هنا حتى هما؟ بغيت نقول انا صراحه المغاربه زعما اوزبكستان صراحه بلاد زوينه بزاف، فيها بزاف ما يتشاف، لا من التاريخ لا من الماكله لا من الناس من اللغه، الجو كل شيء زوين فيها. هي بدا اول حاجه في الفيزا سهله الكترونيه، ما تاخذش من حتى شي واحد اي وقت، زوينه بزاف، تستاهل تجي وتشوفها، واخا غير واحد جوج سيمانات ثلاثه سيمانات، بركه. مرحبا بكم في اوزبكستان.